انت خسرانه ايه يا بنت؟ تعالي نهيص سوا شويه. طب عليا الطلاق من منى لا تيجي معايا، ايه رايك بقى؟ انا عايزك تيجي معايا، عايز ادخل المكان كده وانا معايا اجمل موزتين في الدنيا. موزتين؟ خليهم يحسدوني. يا حسره، هيحسدوا حضرتك على ايه بس؟ تعالي تعالي بس لا لا والنبي لا تعالي تعالي يا مراد يا مراد ايه رايك بقى في الفستان ده؟ هيبقى حلو عليكي قوي. ده فستان ولا قميص نوم؟ فستان طبعا. استنى انا بقى انت بره يا بيبي. لازم يعني؟ زهقت بقى. وانت خسرانه ايه يا بت؟ انا عايزه اروح. ما تخافيش، زي ما بقول لك وزي ما هو قال لك، هو عاوز يتبسط وبس. وانا مش جايه بسيته، انا بعمل كل ده عشان احافظ على لقمه عيشي. هيديكي قد اللي بتاخديه في الجاليري مليون مرة. انت عارفة خروجة زي دي انا واخدة فيها قد ايه؟ قد ايه؟ 2000 جنيه. يخرب بيتك ليه؟ بتشتغلي في الفعل؟ فعل ايه يا بت؟ هي سهرة وهتعدي، هتخسري ايه يعني؟ لا ولو مراد بيفهم. فوق يا ستان. ماشية بقى يا بيبي، عاوز مني حاجة يا مرمرتي؟ ما تخليكي شوية يا جوجو. مراد؟ إيه ده يا مراد؟ أنا هناك طالع عيني وأنت هنا بتلعب بديلك؟ ديل إيه بس يا منى والكلام الفارغ ده؟ عيب، البنت تقول علينا إيه؟ بنت؟ تعالي هنا، رايحة فين؟ أنت هتتشطري عليا ولا إيه؟ لا يا حبيبتي اتشطري على جوزك، هو أنا كنت جيت هنا بمزاجي ولا هو اللي كان قال لي تعالي؟ وكمان بجحة؟ شغل الأفلام العربي ده أنا ما أحبوش. قال يعني ما انتش عارفه جوزك خايفه عليه يا سنيوره يبقى خدي في ايدك وانت ماشيه وانت رايحه. كمان بيئه يا مراد. يا منى يا حبيبتي. حبيبتك انت هتجنني. انت مكبره المواضيع ليه؟ ما بصراحه انت اللي غلطانه، كان المفروض تتصلي، كنت وفرت على نفسك كل ده. طلقني. بقول لك طلقني. بس كده عينيا الاثنين؟ دلوقتي. يا ست انت تؤمري. كلمني زي ما بكلمك. ما انا لو كلمتك زي ما بتكلميني يبقى هنموت بعض. بقول لك طلقني. قولي لي الاول. انت ناوية تاخدي كام المرة دي؟ 30%. انا قلت كده برضو. الغاغة دي كلها وراها 5% زيادة. وماله؟ انا ما عنديش مانع. وعايزاهم كاش. اوكي. بكرة الصبح هيكونوا على حسابك في البنك. انت رمران مقرف. يا سلام. احبك وانت فهماني. أنا عارف إن أنت زعلانة عشان البنت بيئة، بس تفتكري لو كانت ستايل كنت هتسكتي؟ بس على الأقل ما كنتش هقول لك اطلعي استحمى وتليف كويس. أنت عارفة إحنا عايشين مع بعض ليه لحد دلوقتي؟ عشان فاهمين بعض كويس قوي، وعارفين إن الجواز اللي بينا بيزنس. حبيبة قلبي، أنا هطلع أخد شاور وعايزك تحصليني عشان انت وحشاني قوي قوي. مسير ربيك يا مراد. بتقولي حاجه يا حبيبتي؟ بحبك يا حياتي. وانا كمان بموت فيك. اوعي تتاخري. ما تعرفيش وداها فين؟ لا، وبعدين ما كانش معايا رقمك ولا هي كانت حافظاه هي كمان. ربنا يسترها عليها، ده انسان واطي. هو فعلا شكله حد مش طبيعي خالص، انا خفت منه الفاظ وحاجه صعبه قوي. وبعدين هي في الاول قالت مش جوزي، وبعدين رجعت قالت جوزي لما طلع الورقه مش عارفه. هي دي ورقه الجواز العرفي؟ لا لا لا، مش عرفي ولا حاجه يا ماريه. طب انت هتعمل ايه؟ انا مش عارف والله هدور عليها فين، ربنا يستر. طيب استنى بس. طب اجي معاك؟ طيب اساعد في اي حاجه؟ لا 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 لا، انا مش عارف هلاقيها فين، بس ان شاء الله هلاقيها. طيب بليز تطمني اول ما توصل لاي حاجه. اوكي ان شاء الله. طيب يلا. تخبر من حاجه؟ لا دي من الصوت خالص، انا خايف لو كل روحه طلعت. طيب فهمت ايه؟ لا يا عم، المصيبه دي بتاعتك انت، ماليش فيه.
تعالي اطلعي يا اختي. لا سكي نفسك امال. الحمد لله ان روحك ما طلعتش. سكي نفسك. خش. ما تبقى تحرمي تهربي تاني ها؟ عشان تعرفي الواد الملازم ده مش هينفعك بحاجه. المرة دي أنا خرجتك، المرة الجاية وحياة أمك لا تفارق بالحياة. عايزة تهربي؟ عشان تعرفي برضه إن جابر جدع وحنين. ها؟ تشتي قدامك هو الزيت بره. صبي نفسك كده تصبينة حلوة عشان أنت وحشتيني. ها؟ عشان أردك للحياة تاني. دخلك كده مشوار أقضي حاجة كده لزوم الشيء، ماشي؟ مش هتأخر. هتوحشيني يا حبيبتي. يا ولاد بلدنا يوم الخميس أنا وخميم أبقى عريس. ليلى ليلى حبيبتك انا اتاخر. ما انا بصراحه مش عايزه اروح. احنا لازم نروح يعني. بس انا خايفه. خايفه؟ خايفه من ايه؟ الخوف ده هو اكتر حاجه ضد الحياه. انا طول ما انا جنبك ما بخافش ابدا. انا مش عايزه في الدنيا حاجه غير ان انا ابقى في حضنك. مش عايزه اقابل حد فكرني بالحاجات الوحشه اللي حصلتني ووجعتني. مش عايزه اشوف حد. مش عايزه اشوف مراد. مش عايزه اتضايق. تتضايقي ليه؟ انت تتضايقي بجد لو هتقابلي حد عزيز عليكي وجرحك لانه يهمك. لكن مراد ده ولا حاجه. وانك تقابليه ده ولا حاجه لانه هو مش موجود. صح. تبقى صح ان انت دلوقتي تقومي تلبسي وتيجي معايا ايدي في ايدك في الحفله. ندخل الحفله سوا ونتبسط.